جادة نستا تغرب لك الحقيقة بوجهك. زنخة زنخة موضوع موضوع بيكون ابن حرام إذا بيقول منه مرتاح. ما حتى نهاد عيشيها أنت، ما حدا إله بالحق، ما حدا ما حدا ما بيهمك رأي الناس. سبحان الله خلقك كل شيء بدك عملنا هيدي كل شيء بدك. ما حاشتاق له لأنه بوقتها كنت مكلبجة، يمكن كنت اخترت أزبط. نوال الزغبي بلوكت مي. اليوم أنت مين عم بحاربك؟ نسيت ليالي وأيامه. إذا شخص بدي تزوجه ما فينا أكون مسؤولة عن بيت وولاد، ما منه أنا منه أنا. ما بحياتي كان قصدي ضايق أو وجع. أنا ربيت بعائلة علمتني كل الأديان صح، مستحيل أشتغل بشي ما بحبه. متمردة أنت؟ أنا اللي بنتقد الدنيا كلها حاجة إنك إياها تحسيها يمكن كان أسهل لو أنا مدعدك. ديني لنفسي ودين الناس للناس. مثل ما كنت بقيت ما تكون شي بعد منها. من جراند لبنان بنحيي كل المشاهدين اللي عم بتابعونا حلقة جديدة من حكي ريل. أسبوعيا معنا ضيوف منوعين ومميزين، واليوم ضيفتي جدا مميزة، الله يسترنا من صراحتها وسألتها وهضمتها كله مع بعضه. حبيبي جعدة نستا، هلو هلو ناتالي حجاج. كيف الحال؟ في كتير ناس ما بتعرف اسمك. بعرف فازو كتير منيح. ناتالي حجاج فازو كتير منيح. اوكي جعدة نستا، هل أنت جاهزة؟ أي كتير حبيت نسيت النوم. حلقة حتكون من أولها غير شكل. أيوة نسيت ليالي وأيامه. بعيد عن اليوم مش بعيد عنك، بدك تكوني قريبة منا أكتر. أكيد حبيبتي. هل أنت جاهزة لتكوني صريحة؟ أكيد أنا دايما صريحة. إلى أي حد؟ إلى أبعد حدود. عندك تابويات ملفات لا تفتح؟ هتقولي لي باس. لا هي أنا حدا حياتي الشخصية خاصة إذا أنت معروفة على السوشيال ميديا ما كتير بحب، لأنه الحياة الشخصية أيام فيها أبس أند داون وهيك، العالم ما بتنسى، أنت بتنسي، فأيام ممكن تجرحك بمحل محدد أو تضايق اللي حواليك. فأنا منها. يلا نحن إذا لقيتينا عم نفوت أكتر بالإشياء اللي ما بديك إياها في باس بيطلع لك. أوكي. جوكر جادة نستا. بلشنا. أهلا وسهلا فيك معنا بالحلقة. هيا بنا يلا خبرينا أول شيء نتالية. أنت اللي عندك هيدا المانكو؟ أنا لا ما فهمت. أوكي غيرتي هيدا حبيبتي عشان نقيس مستوى التوتر بخلال الحلقة، قدي رح تشربي بصير صب لك بس هيك يعني نعمل عرفتي. نتالية خبريني هيك بدي أعرف أول شيء بالبداية كيف أنت بتشوفي نفسك، صفات نتالي كإنسانة، الأشياء العالم اللي ما بتعرفها عنك، بس بعيون حالك أول شيء، يعني أنت كيف تشوفي حالك؟ ماني بيرفكت. أوكي. عندي كتير أخطاء، ماني مثالية، أنا حدا كتير بنتقد حالي عن جد والله. يعني أنا مثلا إياه بس تشوف عالم لدي حبتني بقى بتطلع هم ما بيعرفوني مني. أنا كتير عندي مزاج هيدا، بس أنه بعيش انه بقول بتكل على ربنا خلص، انه عرفت ما بعذب حالي كتير لانه بين احلى صوره وجمال ما عندي. إيه بس عندي ديفويات قد ما بدك. اعطينا اول شيء الصفات الحلوه، شو بتشوفي حالك انت؟ شو قلبي طيب. شو الصفه اللي بقولها؟ لا والله ما بعرف، انا هيك بفضل انهم يقولوها، بس صريحه كتير. شو بدنا بالناس هلا صريحه كتير. انت كيف تشوفي ما عندي شيء، ما بعرف سير مسيره، مانك دبلوماسيه يعني. ابدا ابدا، ويمكن خسرتني كثير بحياتي. ايه كثير يعني، ودغري بفور يعني دغري بقول لك الحقيقه بوجهك. يعني زنخه زنخه موضوع موضوع. اوكي جاي تاخذي مني حكي، تفضلي اسالي. اعطينا صفات. صفات طويله 178 وزني 64 بعد من الداخل. انا من الداخل انا ما بحب احكي عن حالي، انا ما بحب كلمه انا. انا يعني اذا انا بدي اقول صفات حلوه عني فبحس اذا انه انا بنتقد وبس شوف حدا عم بيعملها عن حاله. شو بتحبي بحالك؟ طيب عادي عيوني بحسهم حلوين بس بشكلك عيونك بصفاتك شيء الوحيد اللي بعده طبيعي بصفاتك شو بتحسي حلو حلو فيك فيهم؟ صريحه هي صراحه كثير صفه حلوه و ما بعرف هلا هن بيقولوا طيبه قلب بس انا بقى ما بشوف ما بعرف كثير شو طيبه قلب. بس كل العالم قلبه طيب يعني رياض سلامة قلبه طيب قلبه طيب. سلم نفسه قلبه طيب. ايه. سلم نفسه ايه. طلع عن جد عنده ضمير. طيب انت ناتالي صفاتك اللي بتنتقديها كتير اللي ما بتحبيها ديفويت يعني. عجولة يعني دغري بياخد قرارات متسرعة متسرعة يعني. جدا عصبية مني منظمة قليلة مروة بعد سريعة الغضب عالدفويات كرشتيهم. ايه ما بحب بالحسنات انه ما بحب عم بتعذبيني ما بحياتك بتقدر
تنتقدي حدا اذا انت ما بتعرفي شو مشكلتك وشو دفوياتك لك. عرفتي؟ عشان هيك انا ما بتفرق معي وقت حدا يجي يطرقني كلام منه حلو، ما بتضايق، بالعكس ام اوكي. الانتقاد او انتقاد الاخرين بحياتك او انتقاد اللي نابع من نفسك سبب لك مشاكل اكثر ولا فادك خدمك؟ لا هيك ولا هيك، ولا هيك ولا هيك، بس انه النظره اللي انا من قبل ما اكون جعدانيستا او شيء هي هي ذاتها، يعني هي شخصيتي، هي شخصيتي اللي ماشي بانتقاداتي للعالم، النظره اللي بشوفهم بلشت من عائلتي مثلا انه بنتقدهم. باي عمر بلشتي هيك تلاقي حالك بتنتقدي غيرك، بتعلق على الاشياء اللي ما بتعجبك، تكوني هالقد صريحه؟ انا وصغيره كنت بنتقد كلهم، دائما عندي دائما هيدا الجمل لو يشوف دائما كانوا يقولوا لي اياها، انت شوفي حالك، عرفتي؟ بس دائما عندي نظره بالقطع هيك دغري، عرفتي؟ الطاير ايه، وما بسكت، يعني ما فيني خليني بلعتها. اذا شعرك زعج صعب اذا بدنا هيك لا اقول لك شعرك زعج، بس عم بعطيك وزعجني الي منكوش اليوم، منكوش عمر منكوش اليوم على الشو، ما عم تزبط معي، اجي كاش بيقولوا كامل وصل صاغ على البرنامج. الله عليك عمر حبيبتي، هذه شهاده نعتز بها من جعدانيستا، يعني ما طلع لي نقد هلا اخر الحلقه. خبريني طب كمان نتالي، كيفك مع المرايه؟ انعكاسك اصحاب انت وياه؟ ابدا ما بتطلعي فيها كثير قليل، لا اعمل شعري مثلا هي الماكسيموم، او اذا بدي احط لي بحطهم بلزق دقيقتين وبضلني ظاهره. ما بتنتقدي نفسك على المرايه يعني؟ انا بعرف دفويات وجهي، بعرف انا بعرف وجهي طويل ضعيف، عندي قصص بس ما بتفرق معي. يعني من يومين كنت حاطه فكره اسئله، حدا قالت لي انه عندك تجاعيد هون، قالت لي مش للنشر، بس ليه ما بتصلحيهم؟ قلت لها لا انشرها، عرفتي؟ لا بدي انشرها، يعني بالنهايه انا ما بحب كون بمحل الجمال والاغراء واني جذبوا لإلي بهذا الاسلوب. ما بتحبي تكون سوء، يعني انت تبيني لانه بتروح مصداقيتك بمحلات محدده، عرفتي؟ اي دونت كير، اللي بحبني بحبني بيعرفني. شو بتحبي بشكلك؟ عيونك اكثر شيء هيك بيقولوا لعيونك، تحسيهم بعدهم لهلا قوه؟ ما قشطوا، ايه مش قوه، لا انه ظابطين بعدهم لهلا. اذا بتوقفي اليوم على المرايه وبدك تركزي بحالك عن جد، بدك تطلعي بنتالي، شو بتقولي لها؟ اغسل عينك قولي ما شاء الله، بلا سؤال، بسم الله يغسل، بدي اغسل بحال اللي خلقك، قولي 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 عمل لها هيدي، قولي قولي قولي. شو بتقولي لها؟ عم تستلميني الحظ يا لحظك يا نتالي، بتحسي حالك وحده محظوظه ولا لا؟ لا محظوظه الحمد لله. نعم اذا بدك تكوني اليوم غيرفل او ممتنه للاشياء اللي عندك اياها، شو عدديهم شو بيكونوا؟ ليك بدي لك شغله، بهالزمن اللي نحن فيه ومن اللي عم بيصير حوالينا، الانسان اللي قاعد مرتاح ببيته، مش مرتاح، قاعد على كرسي مسكر عليه اربع ابواب عم بياكل ويشرب او صحته منيحه، بيكون ابن حرام اذا بيقول منه مرتاح على اللي عم نشوفه، لانه اللي عم بيصير حوالينا واللي عم نشوفه من وقتها قصة فلسطين 7 اكتوبر وجنوب لبنان وهو والاوجاع العالم اللي عم نشوفها، نحن بنكون عن جد ولاد حرام اذا بنقول با ما بنشوف النعمة اللي نحن فيها. الحمد لله الحمد لله. حلو كثير اللي قلتيه على فكره، يعني انت ممتنه اليوم للسقف اللي فوق راسك، يعني للصحه. شو في اشياء بعد هيك بتلاقيها بحياتك؟ انا بشكر ربي، صحه، اهلي، بنتي، عائلتي، الناس مقربين مني، بمتنة لشغل إن ربنا سبحانه وتعالى دايما ما بيتأخر ليفرجيني الحقيقة قدامي بأشخاص محددة، يعني دايما بينقذني. أنا أقدر من هون تخبطني السيارة، دايما بينقذني من القصص اللي ممكن تفوتك بحيط. تحسي حالك محمية يعني؟ الحمد لله. هاي فهيدي نعمة. شو غيرت الأمومة بنتالي حجاج؟ ما قبل الأمومة شو كنت؟ عدم مسؤولية، إنسانة غير مسؤولة كليا. صرتي مسؤولة اليوم؟ مضطرة أكون مسؤولة، علمتني أكون مسؤولة. وبنتي اللي حلو فيها إنه هي كتير مسؤولة. عكسي. مين هاي؟ من إيه؟ أنا ما بتردد بخلص. بنتي اسمها كيانا. كيانا. حلو هالاسم، شو معناته؟ ملكة. بالإيراني. وأنت عم بتعامليها كملكة. هي ما بتحب. ما بتحب تكون ملكة؟ ما بتحب تكون هيك، أنا بتقلي كرنج، هلا في ألفاظ جديدة. كرنج. وبعد واحدة وقت السيجما. وير سيجما؟ سيجما و وات والله هدول بدي بدو لحظة، وبعد في وحدة تانية هذيك واتك عبارات الجيل الجديد؟ ايه جنطتني فيهم. اها اوكي، يعني بدي ستوب بينج كرنج. كرنج قلت لها شو هي هاي؟ ما فهمت، بس عم بقول لها ماما تقبريني جا ستوب ات، بكره بتتغير، عم تربيني هذا جيلهم هلا. اوكي بتخليها كنت بعدك عم تقولي لي
عدم المسؤولية تحول لمسؤولية. شو في بعد صفات تغيرت بناتالي بعد الأمومة؟ إنه أولوي بطل أنا، بطل الأنا، بطل أنا، بطلت صار هي، صارت هي الأنا. ما عرفتي من عم بقلد الأنا بطلت. أنا كتير شاطرة بقولها. مين؟ ملا ما في دخيلك ما تجيبي اسمه هلا. لا. بطل الأنا، الأنا، أنا الخوف ما بخاف منه. اوكي عرفت مين. اوكي كنا قطع من الكيك. بس على فكره بتحكي كل شيء صح، بس يمكن بتعبر باسلوب بيفهم الجمهور. ايه بس كتير عميقه بالله، عرفتي؟ عميقه وتعبيرها عميق للجمهور ما بيفهم كل شيء. شو نحن كنا اللي ما دارس اللي هي درسته ما بيفهم شو كنا قطع من الكيك. طب بلكي مثلا حدا ما عم بيكون هالقطعه مثلا ما شايفه حالي، بس نحن كلنا قطع من الكيك شئنا ام ابينا. نو وكل واحد بيكون نكهه مختلفه. في بدها شربت مي على الطاوله شربي. فيك تكوني نكهه مختلفه من الكيك واللي بدك اياه واللي بدك اياه. انا تارتو فريز. طيب وين المشكله؟ مخصص هي ما قالت انه طعمه وحده. صحيح. طيب هي لقت بالشيطان شيء تحبه، بس انا فيه لا اثرت فيه. كملي. طيب انت عم تاخذينا على منحة تاني. كنا عم نحكي صرتي شخص عندي هيدي بنوت كيانا. لاحظتي لك انا برجعك. كيانا خليتك انسانه مسؤوله، خليتك انسانه الاولويه بطل هي البرايورتي صارت. صح. مش انت. شو كمان صفات تانية سلوكيات تغيرت؟ هدتني شوي بجنونة يعني. بتعرفي بتصيري انه لا اركز انت ام ايه لا بعدين شو حينقل لأمها شو عرفتي؟ جنونة مبطل منك حرة بمحل محدد. لا في اسمك مربوط هون، فدايما بدي اعطيها الصورة الحلوة. ما بفوت بجنون الهبل بتخوفك الأمومة بمحلات؟ هي احلى شيء بحياه الشخص الله يتعامل كل حدا بده اياها. حلوه. وين بتخافي كونك تكوني كأم؟ وين هواجسك بتطلع؟ عرفتي مثلا دائما بخاف مثلا يصير في هزه، يصير في لا سمح الله بالصحه، الحوادث هدول دائما صرت مثلا تروح على المدرسه بدها نمسر السبب لترجع عندي اياها. بتعبيها بهذا الشيء ولا ما بتبين لها؟ بين لها بقصص الوعي بمحل انا خايفين عليك مثلا انه مش انه بخنقها انتبهي اوكي ماما لا بس مش انت الغلط، يمكن يصير شيء. دائما عيونك دائما على التليفون بتدقي لي بتقولي لي ويني. مين ممكن اليوم ما يتقبل كاركتير ناتالي حرير؟ كثير هون كثير يعني شخصيتهم كيف؟ بس ما بعرف ما بعرف. ما هي بيصدموك هالايام. ممكن يكون حدا شخصيته كوميديا ما يتقبلني، ممكن تكون شخصيته كثير دكتور ماما كثير. مين اللي بتقبلك مرتاح مع حاله؟ يمكن تتقبلتيني تقبلتك من قبل. تقطعي معنا بالامتحان. عليك ما فكر مين تقبلني مين تقبلني. بطل عندي هيدا الهجس. ما بيهمك رأي الناس؟ لا أبدا. من أي عمر ما بيهمك رأي الناس؟ بعد ال يعني بعد مؤتسات بنتي هي أولوياتي. خلص. قبل كنت تعملي أشياء لترضي الناس؟ ما هي الأهل أكتر من الناس بيعلموك. فلان قالت انتبهي، قالوا قالوا لي بنتك خلص. بعدين هلا لو قالوا لك بنتك شيء ما حدا خصه. بالنهاية بتوصل لمرحلة عندك هالفترة الصغيرة بالحياة حتعيشيها، ما حتنعاد وقت تركزي هون، ما حتنعاد. عيشيها أنت، مش كرامة فلان أو كرامة فلان. الوحيد اللي كرامة فلان تعيشيها معه اللي أنت جبتيها هالحياة، لأنه ما طلبها منك. أنت اللي قررتي. فهي الوحيدة إلا بالحق. أما غير ما تبقى ما حدا إله بالحق. ما حدا ما حدا حتى لو عطاك هالقد ما إله بالحق. بالعكس اللي بيعطيك هالقد تعطي على راسك وتقول ثانك يو. أكثر من هيك ما تعملي إفاق. كل العالم تعطي، مش إذا عطيتك يعني خلص أنا ملكتك. لا ما حدا ملكك. حلو. عرفتي؟ متمردة أنت؟ إيه. تمردتي على أهلك؟ وحالتها معي بس مش كتير يعني. عندي يوم بعد الله يعرف حبي كتير. فيك يكون عندي بتحبي بس ما تمردت، لأنه بتعرفي ما هتوني مجال اتمرد. لأنه كتير متفاهمين، كتير طيبين، مش كل عالم بلاقوا أهلهم هيك. بالعقلية اللي عندهم إياها أنه أهلي من جنوب، خاصة بي. أهلك محافظين؟ بي كان محافظ. بس ما عطيته مجال يفكر أو عزبه ليقول بدي أرجع شدة. فعنده السر، عنده سؤال ولا مره دعسه ناقصه دائما. ومش مش هو رادعي او انا هيك تربيت. انت رادع يعني نفسي. وبحس حالي حصير مثله مع بنتي او مثل اهلي مع بنتي، مثل خيي وامي عندي هيدا الشيء. كيف كانت طفولتك اذا بدنا نوصفها بكلمتين؟ كثير حلوه.
حلوة عن جد حلوة. شو بتتذكر هيك ذكرى يعني بتشكر براسك. أهلي على هالطفولة الرائعة لأنه عن جد بعد اللي عم شوفه هالأيام والظلم اللي عم بيصير مش بس بقصة فلسطين إيفن بالحياة اللي نحن عايشين مثلا أنا جينا عندك عم داونتاون عم بلف هيك صبي عمره 12 سنة تعبان شكليا قاعد عم يطوى ورا حدا طلعت هيك طب هيدا ليش بعمره بده يكون هون صح عرفتي في كل عم يلعب فوتبول في أطفال مظلومة في كل جيمينج أو شيء عرفتي بتضايق طب تتشكري إنه عن جد طفولتك كانت حلوة شو بتتذكري ذكرى جميلة من طفولتك علاقتي ببي كتير كيف كان كتير مدلعني لدرجة إنه كان يضرب المثل بهيدا الدلع يمكن هذا شيء حلو مش حلو أنتوا كم خيو أخت نحنا ثلاث شباب وبنتين مين مدلل أكتر شيء أنت وين كلنا مدللين بس هو أنا قبل آخر واحد قبل آخر. كنت مدللة 9 سنين وإجا آخر واحد مدلل شامل أخذ أنا ربيته فطلع غرت منه طلع لا ماما مدلت قلي من وراك طلع هيك لا ما غرت منه فستي أنت زيادة يعني ستير بيشبهني بمحلات أوكي من عنده بي كانت علاقتك مميزة فيه كتير يعني هو عن جد قدي مثلا هاي بي بجنوب عفكر تحية لإله بس كتير عندي شو اسمه الوالد حسين حسين من حيي وشو بد يعني وصفي لي علاقتك فيه كيف كانت بشبهه كتير فبدنا نتقبر بتعرف هيدا السي هلا عكبر نفس الأفكار أصلي نفس الشيء كتير عندي منه على ماما حتزعل ماما كمان أنت نفس الشيء وعندي من ماما بجنوني عرفتي بس من بي أكتر أعطتك أنه شوي من بي أكتر هي بتقلي كتير تشبه بيك بس لما تشبهوا بعض مش مفروض تتفقوا ليه بتختلفوا لأنه عنا العصبية وعنا هيدي اللي ما منتقبل عرفتي أنه بس بترجع نفس الاراء بالنهاية اقرب انت من بيك ولا من امك هلا بالحياتيه وهيك ما حدا بياخذ محل الام ما حدا قد ما تكون معلقه ببيك الام ما بتنتلغى لو شو ما كان بشو بتتفق مع والدتك اكثر شيء شو اسمها والدتك عشان مريم. ما تغار مريم وحسين حيون اثنيناتهم ماما بدأت تنتقدني بس باخد انتقادها بالمحور بس بدرز عليني مني بمحلات محددة لأنه هي حدا كتير رايق عرفتك حدا كتير وعندو تري أنا مني أنا ولي ولي وبالصحة وبالهيدا مثلا مش راضي إن أنا ضعيفة مش راضي إنه أنا مثلا أنت عندها قصص بس بالنهاية معها حق وبحس أيام عن جد في هذا سكتش لازم نعمل أيام توصل تركزي فجأة أنا عم بصير مثل أمي فجأة بتلاقي حالك أنا صح لأنه أنا كمان لما أوقات تتشربي إشياء حتى لو تكون ضد أفكارك بس عقلك الباطني عم بيتشربها على وقت بتصيري فجأة عندك السلوك نفسه بس منين نابع بنتي من الإعادة بنتي قالت لي إياها بنتي معلقة بماما بطريقة مش مقبولة كتير أوقات بتقولي لا بتعمل الماء مثل تيتا عم تقولي هي ليه صايره مثل بتصير انا بلاقي شبهها ستي جربي عندها صار لي ما حنقول قد ايه صرنا فتره طويله وماما وقفت معي كثير بحياتي يعني ماما وبابا وعندي خي اخواتي بعقدوا عندي خي مميز عندي مين السبورت الاكبر باللي انت عم تعمليه هلا بالفاميلي ممبرز خي واختي رولا ايه وكلهم بس انه الكثير فاهمين انه خي محمد واختي رولا والكل مين بيقول لك وقفه وبلا هالحركه كثير بالعائلة بس هدول بطل يسترجي يقولوا كانوا يقولوا أول ما طلعتي كجعدانيستا والناس سمتك وحبتك وفتي بهذا المجال شو كانت آراء شو كانت أصداء العائلة الاكستندد فاميلي عم قلتها هيدي قبل راحوا عن بي وصار يلعبوا له بعقله إنه بنتك ليك لوين رايحة وعم تطلع وغلط وعيب ويي ما كنت عم بعمل شيء بس خيي عارف قال له لبابا ما أنا بشوفها ما بتغلط ما حتغلط بعرف شو عندي وبالعكس كانوا مشجعين طول ما هو عارف انا شو عم بعمل يعطوكي افكار صاروا ايام ايه بيقولوا لي كلمه قفيتي هذا المشهد ما انا نقلت من محل لمحل واول شيء كنت اعمل شخصيه الام وبنتها وهيدا بعدين انه صرت بس افكار توصل بعدين تقليد وقتها صارت القصه كثير تبين بدهم وخلص بعدنا بطفولتك وبعلاقتك مع اهلك رح ننط من ملف لملف بس وصفي لي نتالي حجاج الطفله كيف كانت دلوعه كثير بعتقد كتير مدلعة بعدك دلوعة بعدهم لهلأ بعدك دلوعة هلأ أنت بعائلتي بيشوفوني بعدني صغيرة وللأسف يعني أنا صرت شنطيرة بس بتضايقني أيام عرفتي لأنه أنا بحب ليكي بعرف الحياة قد صعبة فأيام تنحطي بظروف بتضطر تكوني لحالك ما تضطر ترجعي لهم إنهم كلهم ما أعطوني هالقوية بس برجع بقول لك يعني ربنا دايما بيسندني بمحل فالاتكالية دايما عليهم شوي حلوة كتير ويا رب العالم أبشع شيء أحلى شيء نعم بدي لك يا أحلى شيء أحلى شيء السند بس أيام تطلع شو عم بيصير حواليك يمكن تضطر تكون لحالك
بس ما عندك هيدي الدعدكة، منك مدعوكة، مدعوكة هيدي دلعتي لدرجه اوقات ممكن تضيعي بحياتك. هلا اليوم بكره في سكر بوجهي، لا هيدي نعمه ويضلوا فوق راسك كل حاجه، هن الملجا بالنهايه أكيد. تلاقيهم على طول أكيد. بس نفس الوقت بدك تلاقي اشياء انت تختبري الحياه فيها اكثر، تقدري تكوني او قد حالك. يعني كنت قد حالي بس تحسيها يمكن كانت اسهل لو انا مدعدكي. بس سبحان الله يعني ما هون هن عندهم ثقه فيه، شافونا انت قدها بتسائب، مش هن درسوها بس لا اكيد طريقه المحبه والحياه والعائله دائما موجودين، قالوا موجود يعني شو ما صار موجودين بامور اخذ قرارات فيها بيوقف، حتى لو القرار غلط بيوقفوا معي فيه للاخر. حلو سبورت يعني الى وربنا حط بحياتي اشخاص كمان ساعدتني كتير. طب يا دلوعه شو كنتي كمان؟ دلوعة عفريتي؟ لا ما كنت كتير عفريتي على فكرة، بس انه من انا وصغيرة دايما انه عندي اسي كري او أبزورف، يعني عندك كتير أبزورفر كتير مراقبة كنت؟ كتير كتير يعني بيقولوا لي حتى اخواتي كتير حتى كنت قبل عندي شغلة انتقد الاغاني من انا وصغيرة كلمات الاغاني انتقد وحتى احفظ الالحان وركز على الفيديو كليبات كان عندي. شوفي غنية بتتذكريها كنت تقضيها انت وصغيرة؟ مازك بياع. شو اسمه؟ كانوا ما هيك لابس قميص ولا نسيت القمصان ماني سهلو عسل بشهلو كان كان شيء هيك بحر وهذا كان استغرب ليه شعره هيك، ليه هو هيك بس انه ليه بس بعدين بتفهمي منه اللي هلا مش احسن اللي اخذتيه من اهلك. شو خليتي منه؟ على ماذا ابقيتي اليوم من الكتالوج اللي تربيتي عليه؟ وشو كبيتي بالنفايات؟ اللي كبيته بالنفايات الاوفر خوف والتفكير وبعد كم سنه شو حيصير، عرفتي هذا عتلين الهام؟ عتلين الهام بكره كثير بشع ما بخليك تستمتع باليوم. ما تبقى خليت كل شيء، ما بتستمتعي بقى لا بحاضرك ولا باللحظة اللي ضليتي انت عم تفكري بكرة شو رح يصير. وكترة الإيمان لدرجة انه اللي بيوقف الحياة الله حيخني. بس ما كان عندها كان عندها خفيفة بس تربي بفترة بس برجع بقلك حلوة لأنه شفت كل الأوجه. يعني أنا لو ما عندي تربيت من أهلي خوفي من الله وديني وشو الصح والغلط، مش تشبث بدينك والعالم كلها غلط، أنا ربيت بعيلة علمتني انه كل الأديان صح. يعني بس رب واحد يعني هو موجود والله عرفتي، بس عليك واجب ديني تنفس تعمليه بتكوني اوكي. شو بيرضعك واجبك الديني؟ الانسانيه هو واجبك الديني. قولي الحمد لله، تحسني للاخرين، ساعدي غيرك مش اكثر ولا اقل. اما انت دينك انت كيف تقوس دينك لحالك، ما مش شوفوني انا عم سبح او شوفوني عم صلي او انا ما هذا مش لغيرك. أنا بقول شغلي بحبها كتير كتبتها يعني ديني لنفسي ودين الناس للناس. حلو. وأكيد ما بقبل حدا يغلط بأديان، مثل ما بقبل حدا يغلط بدين ما بقبل حدا يغلط بأديان للغير، بس ما خص حدا يعرف شو هي ممارساتك ويتدخل بعلاقتك بالله وشو بتعمل ناتالي وشو ما بتعمل ناتالي، هذا شيء علاقة خاصة بيني وبين الخالق ما حدا خصه. صح. حلو. هيدي كنت عم تقولي من الأشياء اللي شلناها هيدي قصة شو شلتي بعد؟ في شيء بعد؟ اي عتلين الهم هي اكثر شيء على الدنيا كثير بيعتلوا. شو على شو ابقيتي او تمسكتي بشو من هالمبادئ؟ حب العائله، سند العائله، حب يعني بالنهايه شو ما صار شو ما كان ملجئك هون. وليك انا ماني حدا 24 ساعه تليفون معهم، هن هيك انا لا. هيدي فرق. انتوا كمان مساكنين مع بعض؟ لا عرفتي يعني يمكن تقلي يمكن يومين ما احكي ماما، بس اي شيء بعرفه صار بتلاقيني دغري حضرتي موجودة. وقتها يعني اهلي من الاشخاص مثل فيك تقولي اصدقاء، لقد ما تعد سنين تعدي معهم كانك انت كنت انا عم بتغير، كاني انا من 10 سنين بعدين هو زيتني، حتى اصحابي بيعرفوا ما بتغير ككاركتيري يعني جوهرك عم بيبقى نفس الشيء، ممكن يتغير تتطوري بالافكار تتغيري كانسان من الداخل يعني بس ما بتتغير. بس شخصيه ناتالي بعدها هي ذاتها بيعرفوها كلهم. قد ايه اذا بدنا نحط على 100 انت اليوم مرتاحه مع نفسك؟ مرتاحة مع نفسي؟ عارفي حالي مش مرتاحة انه عم نحكي نفسيا مرتاحة غير الاجواء. مرتاحة مع نفسك مش مرتاحة نفسيا؟ 10 على 10 متصالحة مع حالك يعني. كيانا اليوم قلت اسمها صح؟ ايه كان عندها امتحان. كيانا
بنتك اللي صار اليوم عمرها حتصير 12 سنة؟ حتصير بوان أكتوبر. بسم الله، صارت صبية يعني. شو اللي عم تحاولي اليوم تربيها؟ على أي أسس يمكن مربيت عليها، أو عم تحاولي تعملي لها انتجريشن، أو تفوتي لها بتربيتها أشياء كان بتتمني لو ربك عليها؟ مش كل شيء سهل فيك تجيبي بسرعة، يعني مش كل شيء بدك يبتلح سالي عليه بسرعة. هيدي ضرورة، مش لأنه ما قادرة، لأنه بخاف، لأنه بآمن أنا يمكن ما أبقى كتير، هي وحيدة وأنا كل شيء، عرفتي؟ فبخاف من هالنقطة، بحاول قد ما فيني أحميها، إنه مش تتعذب لتحصل عليها، بس تعرف قيمتها. وإذا جبت لها شغلة، ماما هيدي هيك جبتها، هالقد انتبهي، تعلميها تعرف قيمة الأشياء. ايه. يعني أنا ما كانش عندي إياها هيدي، كان كل شيء يوصلك بسهولة. ايه. ما كان عندي قيمة لشيء. أوكي، غير قصص، بغير مبادئ، بغير مطارح. أكيد الدين. يعني مش رعب من الدين، لا بس الصح والغلط والحلال. الصح والغلط وشو الممنوع وشو المسموح. ثقتها بحالها. هيدي أهم شيء، هيدا أقوى سلاح فينا نعطيها إياه. في بهاي وعلمها، بس الثقة إذا هي عندها ثقة ما حدا يكسرها. يعني إجت فترة تقول لي إنه أنا عند إتلامين عظمي، ما فهمت، عرفت؟ ما فهمت. المبل إتلامينه. قلت لا ليك، أنا كأمك إذا شايفي فيها أنا هقول لك، ما تخافي، أنا اللي بنتقد الدنيا كلها حأجي أقول لك إياها. بس ما أعرف مين اللي قايل لها إياها. لا أكيد هني بعمر هون عم بيعملوا براسة هيدي، بيصيروا عم يعملوا أكيد انتقاد لنفسهم. دكتورة مش ضروري بولينج، هن بينتقشوا حالهم، هن بيصيروا بيستكشفوا بنفسهم اشياء مش عاجبتهم كذا، يعني هذا رحلة التصالح مع الذات بدها تبلش من مطرح. حب شغلي فيها عندها ثقة، عندها ثقة بحالها. بتضغطي عليها بالحب؟ كيف بتشبعيها حب؟ ايه. بس مش جلقان، ما ضروري يعني تعطيها الحب بالشكل المناسب، مع انه ما منيح بالعلم النفس، ما منيح تقولي لطفلي يو ار ماي فريند، يعني بتتعدى حدود الأمومة، بتصير ايام عرفتي؟ انت قلت I'm your friend. بس عملتها فيك تقولي صار بمحل، بس صداقة أكتر، انه توثق فيك، مزح، ما تخبي عليك شيء. ما بحب اتخبي علي شيء، يعني اي مشكلة بتوقع فيها هي تكوني ملجأ لها، مش تكوني رحالة رعب لها. وما بيجي اذا شيء غلط او شيء عملته غلط، ما بيجي بخوفها عملت هيك، ما نيجي جادجمنتال مع بنتك بلا، بس بحاول انه لانه اذا عملت هيك ما بقى حتجي تقلي ايه وليش صار هيك، عم تبصير انا جواتي بكون بدي رجعي تضبطي نفسي، قلت ما هي بنتك مش انت، فبقبض حالي لا هون لا اعملي هيك لا اعملي سالي هيك. يعني كتير بنتك قدرت تعمل لك سيلف كنترول على كتير اشياء بشخصيتك ما كانت موجوده. هيك الامومه تحدي كبير كتير. مش اسم جبنا اولاد، صح، اتس ان انفستمنت، استثمار يعني طويل الامد. فكر انا جبت ولد خلص بعيد، لا منا بيعيش. سؤال من عسيرة هذا اللي عم تحكيه، شو هي الانسيكوريتيز أو المخاوف اللي طلعت على السطح، بقت على السطح مثل ما بيقولوا باللبناني، لما صرتي أم وكل ما عم تكبر بنتك هلأ عم تشوفيها عم تنوجد لتقدر تتعاملي معها بشخصيتك إليك؟ إنها تعوز حدا أو ما تقدر تقدمي لها المينيموم او تنحرم من شيء، يعني شعور بالذنب. ايه. طلع عندك على السطح. ايه بخاف. اوكي، عرفتي انه بحاول قد ما في يكون امن لها الفرحه لو 20% من حقها، بس انه مش الخوف وهيدا ونتعت الهم بكره شو حيصير، بخاف حتى تحمل المسؤوليه. كان عندك انسكيورتي طلعت على السطح، وين شفتيها؟ ايه شو وين شفتها؟ طلعت على السطح. ايه انا هلا ليكي مش انا بكون مركزه، قال شايفه كنت باخذ جدي ما بتداوين معك قد ايه مركزه بالمود وبتطلع نكتي، وانا الاي كيو تبعي بيروح لمطرح ثاني بينخفض. طلعت صعدت الى السطح، اجل عيتي لها تنزل على السلم. كلنا شفتها لفتت باميلا الكيك، هلا صرنا بموضوع ثاني، كيف تنزل السعد بنجبت. كملي كملي. اوكي، لكن هدول الانسكيورتي او المخاوف اللي طلعوا على السطح بالامومه، انت كطفله شو كنت تحبي انت وصغيره؟ شو كانت سكيلز هواياتك؟ كنت احضر الرقص الشرقي كتير. كنت ترقصي؟ طيب بحب بس انه ارقص لا، بس كنت كتير حب، بس انه عائلتي ترقصي بالبيت. اكلت اول ضربة من جدي بس نقصنا رقصات بالعائلة، من وقتها ما بطلع على المسرح ولا بقعد ولا بعرف او شيء. فينا عقدوك؟ ايه عقدوني. كنت حب الرسم اكيد كتير، رسم. ترسمي انت الاغاني؟ ايه. بعدك بترسمي؟ انا عاملة فاشن ديزاينر سو اكيد بدي ارسم بمحل. اوكي، انت عاملة فاشن ديزاين. ايه بحب الغنى كتير. الصوت بخوف، يعني بحب الموسيقى. شو كمان فالمواهب كانت مين؟ بحب الاولاد كتير. الاولاد بيبيز بعدني هلا عندي نقطه ضعف، اول ما يخلقوا
يعني بتذكر مره كان عمر الرضع يعني عمر 9 سنين كان يمكن كنت عم بتسمعوا لي اذا بتشوفي نجمه على نجمه تمني طلب قلت له ليه بتمنوا باربي هيك انا بعدني هلا بتذكر ان تمنيت يكون عندي ولد صغير لالي بيبي الي بس حقيقي مش لعبه ايه هيدا واحد من التمنيات وربنا حقق لي اياه حلو بعدك بترسمي قلتي لي لهلا فاشن ديزاينر عملت لهلا بس بحب الرسم بحب ليه ما امتهنت ليه ما طورتي الفاشن ديزاين اللي درستي تشو هلا بنسين كل شيء بتجيبي يعني شو حابتكر شيء جديد باللي ابتكروه الصين يعني حاكون اذكى منه شو الباشن تبعيتك اليوم شو شغفك اذا بدك تقعدي تفكري يعني شو اللي بيخليكي هيك بيعطيكي سعادة داخلية ما في شيء بيعطيك سعادة ما في عندي باشن لشيء محدد بس انه بحب الرواق بحب انه اقعد هيك الاصحى انه اضحك كون حدا صريح انه حدا حقيقي معك الحرية هي كمان باشن كتير مهمة الارجيلة هيدي باشن هيدي الارجيلة عندك اياها باشن الذهب بحب الذهب بس عم بحكي انا كاليوم صنع صنع ما في شيء شو بتحبي وبعد ما اكتشفتي هالشيء تحبي يكون عندك كافي شوب بيشبهني انه شيء بيشبهني هذا جو الاشياء الاجتماعيه يعني التواصل مع العالم كوميونيكيشن هالشيء الشيء اللي بيشبهني يعني الشعبوي بحب هيك نقعد بمحل بيع ثياب تجيني زبونه مرتي واقعد تقتلي انا ارتحي لكل الفوندوز وكل هدول عن جد انتوا قوية عن جد وخاصه نحن نسوي منطق هو التعامل مع النسوان صعب نحن ما بننطق والله طب يعني معقول بعدين تفتحي شيء خاص فيك؟ عم فكر لا هلا هلا انا بمرحله مثلا انا بمرحله I want to work خلص كافيه المولى خلص طيب شوفي بافكار براسي لا شو بدي اقول لك انا ولا قلينا يا فوت شراكه؟ لا بس قلينا انه شو معقوله تنتهي؟ كل شيء بتقولي ما بيزبط انا عيب اعمل فيه اوكي طيب بس حتعملي شيء بتحبيه اكيد مستحيل مستحيل اشتغل بشيء ما بحبه ولا بنجح اذا انا مني انا بتذكر وقت كنت اعمل تياب لإلي اتضايق اذا حدا اجى اشتراهم قد ما هلقد حبهم اوف فمستحيل اشتغل بشيء ما بحبه برافو في ناس ما بتتبع هذا الاسلوب مضطره هذا المفهوم يمكن مضطره ما قدرت حان وقت العمل يعني اجل قريبا جدا ان شاء الله في الاصل وين بتلاقي حالك كمان بعالم الشهره وعالم الاضواء شو بتحبي تكوني اليوم كجاده نيستا اعلام بحب يكون عندي برنامج خاصه بنفس الكونتنت اللي عم تقدمي تقريبا بس على اكثر ليه بعد ما عملتي ما اجى ما بعرف انا ما عم بعرف عم يتعاطى بهالبلد صراحه مش اني يجيك الفرص انت بتعمل اياها ما يكون تزري حدا يعطيك شيء ممكن كمان اوقات التلفزيون يعرض يمكن شيء يمكن بس بدها يخففوا التلفزيونات العالم مستولي على التلفزيونات تخفف الطغيان عليها شو شايفه انت بالتلفزيون في كثير طغيان وفي كثير انه بتنزل فلان وفلان وفلان اذا مش راضي فلان اذا مش راضي فلانه ما بتوصل صارت اليوم المره بتحارب المره اكيد والرجال بيحارب المره والمره والرجال بيحارب الرجال كله بيحارب بعضه بما اليوم انت مين عم يحاربك ما حدا ما بشوف حدا اذا هن بيحاربوا انا ما بشوف ما عندي عداء وانا هيدي من عندك بقول لك يعني بفكروني انا بتقلد او انا انتقد او شيء يعني بكرهش انا ما عندي الكراهيه بقاموسي منها موجوده خاصه اصلا الانتقاد والسكتش هن العالم بيقول الكراهيه والدارك كوميدي شوي هيك اوقات بتعمليها او الكوميدي بشكل عام ما خاصه بشيء منه ما اخذ شخصي على هن لا العالم بتفكر هيك او هو الشخص فيه كم حدا للاسف من المشاهير او شيء بيفكروها هيك بس على اي كندا بكندا تحيه لها قالت شغله كثير حلوه انه قالت انه انتو فنانين انتو اوريدي صرتوا بمحل عارفين حتنتقدوا يا بتكونوا قدها ما تكونوا قدها ما في مهرب حتى لو ما عملت شيء ممكن تنتقد يعني انت كمان بتعملي سكتشات ممكن تقلدي اللوك حركة عملتها مش ضروري موقف كامل يعني او يعني هاللي ما بتنتقدي او ما مرقت الدور الكرامة انت منك خاص متي متي bad publicity is always good صح فكتر خيره يعني كتر خيره عن جد انت دعايه متنقله لهم يعني ترجعي تظهريهم طب مين بتحبي اكثر شيء من اللي بتقلديهم بحبهم مين عن جد هيك قريب لقلبك مش ضروري تكوني عم عارفة شخصيه فيه بحب احلام بتحبي تريحني كثير بتقليدها عندها جنون مين كمان ونادر صعب وانا بلا لا بحب بحب الكابلز بيضحكوني بحب الثقه مين عملك بلوك؟ نوال عملت لك بلوك؟ أنا من هذا المنبر أقول لك لا أنام الليل نوال الزغبي بلوكت مي no way النجمة الذهبية بلوكت يو ليش؟ كان قلبت فضة شو قلتيها بسكتش؟ شو صار؟ سكتش؟ فعملت لك بلوك؟
ليه قولك معقول الواحد ما يتقبل انك ترجعي تعيدي التمثيل بمحل او توجعت؟ بس انا ما قصدي، ما بحيدي كان قصدي ضايق او وجع. مين عاملك بلوك غير نوال؟ ما شفت بعد، بس بعتقد لازم قربت يعمل فطار. ممكن تنتظروا القادم. تتهاجمي من اي جمهور اكثر شيء مؤخرا؟ مؤخرا حطيت عندي مثلا كم يوم باميلا الكيك مثلا قدام مارق جمهور، هلاقي في كم حدا حرام حكيوا ان احنا ما خصنا ما بعرف شو، وكانوا متضايقين منه انا قلت او سالت عليها، بس حكيوا باحترام. بس في جمهور وسخ بشكل عندها فانز، يعني بتضبطهم شو ثبات من تحت، يعني قصص وسخه بشعه. اخذوا الموضوع كتير كبروه كثير. مينك انت يا بشع يا حطوني الكلب، يعني مش شو بنفس الشيء. لقيت تشبيه الكلب حلو، انا بحب الكلاب، انا عندي هوس الكلاب، بس انا انتم ما حلوه ما حلوه. يعني انا قد ما احب الشخص دافع عنه بعقل مش بهبل. شي مرة تهددت؟ زمان ساعة شي سخيفة بتذكر. تحسبي حساب؟ لا ما حسبت حساب. مرجع تحسب حساب بعد هدول القصص؟ معقول يصيروا؟ ما بتخافي يعني؟ مكتوب لك بده يصير. شو معقول يوم يخوف نتالي حجاج؟ هزت الأرضية أنا بخاف منه. شو بتخافي بهذه الدنيا؟ هزة بخاف منها. كل شي طبيعي، عوامل طبيعية، العوامل الطبيعية بخوف. تخافي من الزمن من الوقت؟ العمر لا، بده يجي بده يجي، يعني عرفتي؟ يعني انت هلا بتطلعي بعمرك بتقولي انا هلا من كم يوم كنت 20 كيف صرت مثلا 25 كيف صرت؟ ما بتعرف شيء، بس ما العمر غفله، ما بعت الهام، العمر غفله يعني عتلت الهام، ما بدي اياه وقفت، عرفتي؟ انا اذا بدي اقعد افكر هيك 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 يمكن ما نعيش لبكره، ما هي هي وقعت الهام لين بصتي هلا. بتستمتع باللحظه يعني؟ الحمد لله. بتعيشي اللحظه؟ الحمد لله. نتالي قد ايه بتحسي رقم عمرك البيولوجي يتناسب مع عمرك الروحي؟ لا قد ايه بتحسي حالك عمرك عن جد من جوا؟ ما بعرف قد ايه هذا العمر اسمه، بس بحب احس حالي حدا واعي. بحب جنون. ما بتحبي انه تكوني ما بحب حدا يقول لي ركزي، بكره هالكلمه راكزه، ما بتشبهني. يعني ما فيني انا اضطر اقعد هيك الا بمواقف محدده، بس انه انا مجبوره اي ما بقدر، فبحس حالي بعدني بالعام منتعشيته بعدني، يعني بحس ايام حتى مثل يعني بقدر اكون بهالعمر. بيقولوا انه الشخص الكوميدي او اللي بيتخبى كتير ورا الفكاهه بيكون دايما اوقات عم بخبي الم معين. هل انت من هيدا؟ ايه اكيد مش بخبيه ورا الفكاهه، بس انا انسانه بالنهايه. ما في حدا عايش حياه فرحه كل الوقت، يعني بس السخريه بتستعمليها بمطارح كسلاح لتتخطى لتتخطي الوجع. This is me. يعني اني بوجعي بتضحك، ما عندي مشكله. هيدا انا ما بستحمل مع هيدي، منا سلاحي، هيدي شخصيتي. يعني هيدي حقيقتي، مش انا ولا لانه انا بضحك بدي بقدر، لا تسمي وجعي وبيبين علي اذا موجود. امتى حدود الانتقاد عندك او المسخره او ما بعرف شو بدك تسميها بتوقف؟ يعني شو هي الليمت؟ الامراض ما بتتخطيها بالحياه الشخص اللي عايشه هو شكله شكليا توقف عندي شكليا خلقت ربنا. بالأمراض قلت لك، بالظروف، بالموت. ما بحب فوت بهالقصص. حياتي الشخصية ما بفوت فيها. تعالي الفنانين والفنانات كمان توقف. في فئة عمرية بتشتاقي لها؟ كيف يعني؟ في مرحلة من عمرك بتشتاقي ترجعي لها؟ لا، انه كلهم مرقوا بسرعة، ما بتذكرهم كتير منيح، يعني مرقوا بسرعة كتير. أكتر فئة عمرية معلقة براسك هي إياها؟ ما علقت، لأنه بقول تاك أنت أكيد تحت هسيها، بقول ياريت أنا هلأ بهالأوقات، بس كنت غيري تفهم شو؟ ما فيك تغيري هالحرية وهاللي أنا. بس أي عمر بتشتقي له يعني؟ أنا ما عندي وقت، ما حاشتق له، لأنه بوقتها كنت مكلبجة. عرفتي؟ ما بدي أرجع لهون، بدي أرجع هيدي العمر، يمكن هيدي بهيدي. بشو كنت مكلبجة مكلبجة مكلبجة؟ بخوف أهلي علي باللا حسيتي حالك انحديتي هذا الشيء، هذا الخوف أو الإطار اللي كنت موضوعة فيه؟ إيه انحديت، يعني يمكن أنا وقتها لو أهلي كول يمكن كنت من زمان صرت بمحل تاني. شو وين كنت صرت؟ برامج، يمكن تمثيل، يمكن ما بتعرفي. بدك تمثلي هلأ؟ ما عن مين عنا بيمثل، مين بتقدر بتحبي تمثلي يعني؟ إذا كوميد أنا بتمنى وكان حلمي مثلا كون ستيلي. عائلة سبع نجوم، عائلة خمس نجوم، This is me، وجميل وهنا، This is me، هيدول الشخصيات. بدك ستكم يعني مرتب. بحب الطبيعية بالتمثيل. تمثيلنا اللبناني للأسف كتير قليل ما يكون طبيعي. كتير كله نظابط، كله. وأنا اللي بفهم أنا الذكي، ما عندنا
ماجي ابو غصن عملت شيء مره شوي مجنون وكان نبقله كثير على فكره. حبت لولو يمكن ما بتذكر كنت عامل شوي هيك هيك بس انا ما بحب الفلسفه عندنا شويه فلسفه لبنانيه بحب الطبيعيه. بس هل عم بتحقق اليوم نتالي اللي كانت مكلبجه من قبل ما عم تقدر تنحققه؟ اكيد بس انه ببروده يعني سبا مش مليون 100% بس انه ايه عم فاهم يعني. كنت قصدك لو حققتي من قبل كنت حققتي بفرح له رهجه اكبر؟ اكيد اكثر. بس وقتها ما كان هلا السوشيال ميديا, وقتها ما كان في التقدم اللي نحن فيه, وقتها كان كثير غير. فانا عشان هيك ما بفكر يمكن كانت اصعب وقتها ما بفكر ارجع خلص مع نفسي. اذا طيب نتالي بدك تغيري اي شيء باحداث الماضي شو بتلغي؟ شو بتزيدي؟ للأسف أنا ما فيني غير لأنه الماضي أعطاني كتير قصص حلوة بالحاضر اللي هو أنا اللي بدي أغير شيء. يعني إذا قلت لك مثلا اختياري زواجي أو شيء ما حتكون عندي أغلى شيء بحياتي, وما بدي يكون عندي غير هي يعني. وممكن كان إجاني غير أو كنت أخذت غير ما بدي مكتفية فيها. عرفتي؟ يعني ما بتغيري اي شيء من الاحداث. شو بتضيفي بتزيدي على؟ يمكن كنت اخترت اضبط عرفتي, او طولت او ما تهورت بمحل معين. بس انا ما ماشي في حب. حب؟ هل يوجد حب بقلب فيصل؟ هل انت مغرمه او لا؟ هلا ما عندي هذا الشيء, بس دائما الانسان بيعيش حاله حب بس ماني مغرومه. لا ما في. هل تبحث نتالي عن رجل المناسب؟ ما رجل في عندي اهلي, وفي شخص بحياتي بجنن وكثير منيح, وانا ظلمته لهذا الشخص بمحل معدد. بس اني ابحث عن حب انا المشكله فيه. شو هي المشكله؟ ما بعرف حب, ما بدي حب عشان ما بدي اخسر. شو يعني ما بعرف حب؟ يعني الحب تنازل. الحب انك تغيري بحالك كثير او تغيري طريقه حياتك. يتطلب جرأة طبعا كثير. ما عندي طاقه, ما عنديش طاقه للكلام. يعني هل انت منهكه لدرجه منك قادره تحبي؟ يمكن مش ما فيها حب. وبظلم. وين بتظلم الشخص؟ بظلم الشخص زحبني بأي محل بيستاهل اكتر مني. بتحسي حالك مقصره معه كثير ومني قد اني اتنازل ولا انه هيدا الشيء عم بقوله للشخص. شو اللي منك قادره تتنازلي عنه؟ كل شيء ما بقدر. يعني انا مثلا ما اقدر امتن على الشخص اللي بتزوجه, ما فيني اكون مسؤوله عن بيت واولاد. ما منه انا, منه انا. ما فيكي طيب تعيشي باطار غير الكتالوج الزوجي المتعارف عليه. بدك تلاقي الشخص اللي بيكون هو بده يكون مجنون مثلك. بتعملوا بتعملوا صيغه مجنونه مع بعض. انا بامن شغله اللزقه بشعه اكيد. يعني انا حرام على في ناس بيقولوا بحبوا يغار علي, بحبوا يحبني, بحبوا يهتم فيي. علي صوتك مش سمعتك مارا. يعني صدقيني انت بنعمي اذا مهتم فيك خفيف وبيحبك وبيحترمك وبيخنقك انت بنعمي. حسب كل واحد مفهومه عن العلاقات انواع التعلق اللي بيعاني منها. ما بعطي رأيي بالموضوع لانه انا بهمني انت ما بهمني. انا بلاقي غيري. انا غلط مش الشخص. مش غلط, كل واحد له شخصيه. أثبت انا اكون انا غلط. انا بعتقد انه ما في كتالوج. ابوس ايدك انا غلط. انا ما بعتقد في كتالوج للعلاقات وعلاقه الرجل والمراه غير الحظ. في انه اليوم انت كاركتيرك مع اي رجل بيتناسب وانتو بتخلقوا اليوم مؤسسه صح. الزواج او العلاقه الحب اللي بدكم تكونوا فيها. يعني هيدا الكتالوج المنزل انه الزواج هو طبخي وانطري ليجي ياكل وروحي على الشغل وربي الاولاد وعيدي نهارك نفس الروتين. هيدا منه منزل, يعني مش ضروري تتبعيه. هون بترجع فكره تربيتك الطفوليه, الدلع الزايد اللي انت جيتي بعد ثلاث اولاد رابع هالقد اعطوك اهتمام. غيري مسؤول, مثلا اختي مسؤوله, اخواتي مسؤولين. انا الفاشله عرفتي؟ انه مش فاشله, انه انا هي الشخص مدلله. ما خلص راسي كبر هون. تعي كسر, ما فيك تكسري لي هون. كبر هون, ما فيك تحطيني هون. خسر هيك. بتحسيه يعني كمان ضعف بالنسبه لك. ايه لما تزوجتي ما بحب الإجباري أو ما اضطر أو يجوز أو لا يجوز أو لا. المرأة عليكي أن ما أنت تقولي لكلمة المرأة يجب. ما فيك يجب أن حر. برجع بقول لكم بترجيكم أنتوا هرجال, خلقنا مثل بعض, عشنا مثل بعض. أنت عليك تساعدك, هي عليك تحترمك وتساعدك. بس أنت كرجال ما فيك تشبه حالك للمرأة. ما في, ممنوع. عرفتي؟ وما تعطي وتقول عطيت أو ما تعطي. شو مواصفاته اللي عم تبحثي عنه اذا؟ ما عم تبحثي عنه يا اختي. اذا اجى فحتان فاخر ارجيل يكون صحتها منيحه. هل رائعه؟ لا عن جد نتالي, اذا اليوم بده يجي رجل يحب نتالي بيتحمل هذا الجنون وما بده يخنقني.
اعطيني شو صفاته يلا عم تجيبي لي عريس ما بدي ما وعيش مرتاحه ما عم نبحث يعني عنه. انت بزيد على حياتك شيء ما عم بتعز حبه حبه عليا بتفوت وبتطلع وبتروح اسباب الامراض اكثريه النسوان اللي بتشوفيها امراض كانسر سكري ضغط وكذا من الرجل اكيد مفقعه بيكون وعم بيسمعها بس انت اليوم اذا اجى شخص نحكي شيء كمان في نسوان كمان حيوانات حتى ما يقولوا رجال نحن ضد في من الطرفين نحن مش عم نشد مع حدا معين انا اليوم بدي اعرف صفات الرجل المناسب الذي يتناسب مع شخصيه نتالي حجاج اذا بدها ترتبط فيه عاطفيا تفضلي قوي كول ما يخنقني يتقبل هيدي الشخصية ما يفوت لي بالغيرة ما غيرة وهيدا يحب لي أنا بحب هيدي الشغلة جنونة يعطي سبيس يعني مثلا ما يدني 24 ساعة لازم لك وقتك وظهراتك يكون عندي حريتي بما أنا ما حدا حيتقبل مصافة المصافات تتسكرت على فكرة في كتير رجال ولا بلا في رجال يعني مثلا أنا بفضل مثلا بس هيدا شخص كمان انتبه شوفه مرة بالشهر عرفتي مره تجوزتي شو ما هي هاي الجواز انا عندي مشكله ما بدي نام حدك كل يوم بتاع ما بتحمل طب بزنس مان بيجي مره بالشهر على لبنان باميلا شو اسمها هيدي مرته اخذت لك عقلك باميلا لا اسمها شو اسمها هيدي نفس الاسم ستيفاني صليبا من باميلا فكرت مرته مش مرته هيدي ما بتعرف لا نعلم لا ندري انت اليوم بعتقد بعد رح تفوتينا ب 100 حلقه بعد هذه الحلقه قلنا كل الاسامي ايوه ايه هيدا الوجه شو قاضونا لا ندري طيب يعني بدك رجل حر وبدك رجل متصالح مع نفسه ومرتاح مع نفسه ليقدر يقدم لك هذا الشيء هو حيكون صديق الرجل مش صديق سند مش صديق حبس صديق ما انه رجل هيدا لما يكون رجل حقيقي لا بالعكس احنا بزمانها بيقول لك الرجال المزبوط هو اللي بيغار على مرته بيخاف عليها بيأمنها ويعطيك الوهره هذا ذكر ما انه رجل بتعرف الموت بس عم بشوف مره قاعده ممقوته مع رجال او انه اجى جوزي ورايح في منهم بيكونوا مبسوطين سوري عن جد حتكرهوني يمكن تلاقوها هيدي غلط هيدا بس انا ما فيني اتحمل وبشكر ربي انه انا ما كنت بهذه الطريقه يمكن انت طالع عم بيت حر طب لما تزوجتي عشتي هيدا اللي كنت عم تقولي عنه؟ لا على فكرة كان شو بس ما بيتشبه بالرجال صراحة مبسوطة طلعت مني فمرح بالنهاية إنسان بحترمه باي بنتي وخلصت ما اختلفنا بس قصدي الصفات اللي اخترتيها هديك ما وقتها كنت وعي لدرجة نختار كنت ما اخترتي مش ما كان اختيارك أنا وعيت على كبر ما وعيت على صغر أنا بالثلاثينات بهدول العشرينات أنا كنت طفلة كل الوقت وستل بحس حالي وقت قلتي لي العمر ما بحس حالي واعي يعني الطفولة مراكبتني يمكن تشوفيني على 60 سنة 70 سنة قاعدة مجنونة يعني ما بتتجوزي هلأ مرة تانية الخلاصة يعني على الانستغرام المرة الخطيارة الكبيرة وحتى تاتوات وقاعدة عم هيدي انت حس بتشوفيني هيك هيدي انت هلقد مع الأرجيلة بس ما بزبقي الرواية زبقي ما في مشروع يعني ما بتتجوزي مرة تانية إذا خيرتي شو بعرفك أنا بالحياة الشخصية شو أنا هلأ ما بقول شيء عن حياتي الشخصية نحن صرنا ساعة عم نحكي شخصية ايه بس ما حتعرفي شخصيتك كيف عم بقول لك انه موضوع ممكن ممكن تتزوجي بفضل لا لا تزوج لا مع اهلي حيزعل انا كنت عم بقول ماما حضل بخلق مريم حضل بوجهك كل الحال لا عمر كل الحياة ما عندها مشكلة لا البنت عندها بدنا نجيبها لا مضطرة من هيك هل بتنعرض الحلقة السبب ليك الرجال الحقيقي يعني مثلا انا مش هقول في نسوان كثير يعني عايشين ليك كمان علاقتك إذا في ولاد كلياً completely different إذا ما في ولاد مع الشخص عم بحكي كمش باي بنتي أو أي شيء شخص تعرفت عليه وقت يكون في ولاد في كتير واحد تغير بحياتك بقصة ما فيك تتهرب ما فيك تقولي بدي وأعمل وساوي صار بطل الأنا عملتي تنازلات بطل الأنا صار في هني طيب في تنازلات يعني في هني يعني بتعرفي تتنازلي لما بدك أنا بس الحمد لله طب انا زمطت ليش بفوت حالي بهالموضوع عرفتي طول ما انا ما في شيء رابطني هون ربي تفكري بعقلك مش أيه بقلك الموضوع انغرمتي شي مره حبيتي أيه حبيتي مثل ما بيقولوا لشوشتي انغرمت وشخص بيستاهل وبيجنن وهيك وانا اللي غلط هربتي شكلي انا اللي غلط انت هربتي شكلي يعني بطلب منه يسامحني والله انا اللي غلط لا ما بيستاهلني انفصال كان سهل بالنسبه لك خروج من زواجك لا لا عنيتي؟ ايه بتتعلق بالأشخاص ولا ما بتتعلق بالأشخاص نتالي؟ بتعلق بالأشخاص بتعلق بس أي شيء بيضايقني بتشوفيني دغري بتدعس على قلبك وبتمشي كتير لقيمة
بقلك أنا عندي دفوات كتير ولا عندي دفوات كتير. ما ضر يكون دفو. ممكن يكون نفسين. لا ممكن يكون قوة بمطارح إذا عقلك بيغلب ممكن. بتعرف بحس إن أنا بسباق مع الزمن مع الحياة إن إحنا بسباق. بكره إني أنا أعطى الهم اللحظات اللي إحنا خلاص. ما تعاتبيني عملية خلاص. يعني ايه يعني بترى انا تخيل اقعد 3 ايام 4 ايام زعلانه منك وانت عملت وانا سويت ما بتكسرك من شو بدك ما بتكسرك مشاعرك يعني كان تكسرني هلا تعبت تعبت انأذيت كثير فتعبت تعبت قويتي الاثنين لا قويت ولا نسيت مثل ما كنت بقيت اقدر اتحط الوجع مش اسمك هيدي مش وائل كفوري بلا حبه تحيله وائل كفوري كبيرة هيدي نحبه نحن وحب كل أغاني غير شو قويتي قلتيلي قويتي كل زمان أوليكي بتسامحي يا نتالي ليش قولك الحياة بتعلمك مش بتعلمك دروس برجع برجع بقليك ما أنت في 1 2 3 4 بتخاهلهم للأسف هي حياتنا احنا بحياتنا يعني أنت بقلقدي هتعيشيها ما فيك تكوني هيك أول حياتك تبقى لها ساعتها كتير تتعبي عشان هيك تستغل اللحظات اللي باقيه من الحياه تستغليها بفرح صح لحين بتسامحي مره انت متسامحه بتنسي الوجع لا ما بنسي اذا كثير اذيتيني ما بنسى خذلتي من قبل لدرجه ان وجعتي بس بيصيروا برات حياه العالم والاشخاص مش عم نحكي عن اشخاص حب وغرام اصدقاء ناس بتحبيهم او كل شيء عم بس برجع مثلا اذا عايزوني بشي محل وما ممكن ام هير بس انه خلص بس مكانتهم بقلبك تغيرت معقولة طيب مين الأشخاص اللي رجعوا وأخذوا فرصة تانية؟ أنا مش مثل تعطي أوقات فرصة تانية يعني؟ لا لا خلي لا لأنه اللي مجرب مجرب يكون عقله مخر مثل جميل على فكرة يعني ممكن يغدروكي مرة تانية هي خلص بيبين الواحد من هيدا عندك نظرة بالأشخاص اليوم لما تقعدي مع الشخص بتعرفي نيته عليك؟ لا عندي تعرف نيته عليك ببين تقري نفسيته أنا هلأ بمرحلة حامي حالي من أي شيء عرفتي عندك كلمة حلوة حامي حالي من كل شيء حامي حالي ولا ما بدي فوت بهدي حابة حالي حابة حالي I'm fine I'm راضية بوجع عشانك بعرف بتوصل الحماية بمطرح فيها ديفنس عشانك ما بحب حدا يجي يكسر لي الإزاز اللي أنا حت مبسوطة هون أو عارفة أكتر روحي شو بدها لا ترتاح ايه؟ لأنه حامي حالي إني أنا حاطة درع لا ماني حاطة نابع من خوف حامي حالي حماية فيها خوف مش المكان بدق الباب فيه فوت يقعد يتفلسف ويقعد يتحدى حافظة على حالي ايه ما إلي جديدة مش ذكي مش ذكاء على فكرة بس هيك توصلوا لها بعد طلوع الروح مراحتي قبل كل شيء يعني أنا حدا عشري وبحب العالم بحب ألبق لك مصاريني بدقيقة عرفتي بس نحن بزمن لا ما تعطي سلاح لغيرك يأذيك بمحل محدد لأنه تنأذي بتفرجي ضعفك لحدا اليوم؟ اللي بيكون قريب مني إيه عندك ناس توثقي فيها؟ إيه أكيد لما تكوني لحالك بوحدك بتقعدي مع نفسك أنت؟ مع نفسي لحالي أحلالي إيه بقعد مع نفسي اليوم مثلا قعدت 3 ساعات هيك بالبول لحالي شو بتعملي؟ ماشي حتى أرجيت وقاعد هيك بتعرف تطلعي شو معقول تعملي لما تكوني لحالك؟ الدنيا اللي ربنا أعطاني إياها كثير حلوة تتأملي ايه بحب بس ماني يوغا ولا شيء بضحك عليه يوغا صار موضوع انا انسانه طبيعيه عم بتطلع قاعده هيك واو الشمس بس شو في وجه ما معقول تفرجيه لجمهورك الانكسار يمكن ما بتحبي حدا يشوفك ضعيفه اكيد لانه بيتعلم بده ينوجع مو ترى خلي العالم تنوجع معك ليه بيتعلموا منك ما حيتعلموا منك لانه كل انسان بيجي ستيله لإله يعني كل حدا بيعيش شيء هو تشبه بمعنى محدد بس ما حدا بيعيش بس ممكن تلهميهم بمحلات بنهمهم طب انا okay. برجع بقول لك انها باول الحلقه قدامنا عشناه واللي شفناه بطلنا مشاكل ما قلنا عين نقول عندنا مشاكل ما إلي عين صح يعني انا عندي متابعين من غزه تحيه لاهل غزه والله يقويهم هذا هيدي هيدا الموضوع اهل الجنوب انا بنت جنوب يعني هدول كلهم انا بالنسبه لي ما يتناسوا من نهاري بس للاسف كسوشيال ميديا بتلاقيهم داري إذا مش العالم السوشيال ميديا هن الانستا بيوقفوك دغري عرفتي بيأذوكي بمحلات بحاجة. انت عم بتشاركي بوستات عم بتلاقي انا اول شيء كتير كنت وبعدني يعني دائما بعده عم بيتوقفوا الاشياء هلا ما فيني اطلع لايف ممنوعه هلا من تطلعي لايف من وراء البوستات اللي نزلتيها لمده قديش ولا ما بعرف ما عم بيقولوا كل مره بزدوها والله بس هلا حشوف حدا بعد الموضوع قريبا لا تقولي كلمه الحق
بس هي مش بس قصة كلمة حق، مش عم بعملها تجاريا مثل في ناس بس بيطلعوا. لا لا هذا اللي عم تحسيه مظبوط، لانه عن جد وجعت، عن جد وجعت يعني، عن جد يعني. يوم كنت عم بقرا شيء هلا صاير جديد، دكتور عم بمدرسه ترقينا او شيء بمنطقه ثانيه غير غزه، الاطفال اللي ميته الدكتور محتار مين يشيل. يعني اول ولد عم بيطلع بيلاقي الثاني عم يصرخ بالسفر، طب هيدا الدكتور والولد، طب هي الفكره شو هي؟ نحن شو تخنقك تقتل يعني؟ انا هيدا بتضلع فتره تحسسك قد ايه الحياه رخيصه. يس قد ايه نحن رخاص، مش الحياه قد ايه الظلم، قد ايه العالم منها بتعصب وبمشي وبيجوك اي خشيه على، برجع بقلك انا بموت بالكلاب، على حشره صح بيعملوا عليها، في اولويه. لما تحسي هيك بتتمسكي اكثر بالحاضر؟ ايه ما بتقدر تفكري بالمستقبل. ما حدا وبتمسك اكثر ب بي 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 باي حدا بيني قويه لما انا اوصل لهون. مش سياسيين، بقول لك سياسيين من حدا، بس شبابنا اللي قاعدين عم بيضحوا بحياتهم لبلدي يروحوا اكيد ما فيني ما احبهم، ما بقدر ما احبهم. منهم مضطرين، مش بس اللي بجنون، حتى شبابنا، حتى الجيش اللبناني، حتى هدول اللي قاعدين عم اي حدا بموقع الخطر عم عم بيحارب ليحمي البلاد. بدي هلا اخذك الى لوين ناتالي الطفله، بدي اياك تتخيليها اي عمر بتتخيليها؟ اي عمر بتتخيليها اذا بدك تتذكري حالك بمرحله صغيره هلا لابسه 28 ولا عمري 28 مثل لابسه ابيض بعد لابسه شيء معين مثلا شو بتتذكري باي عمر ناتالي؟ هي إيه لانه الصوره موجوده، هي في فستان كان عندي زهر اي خيي الكبير وقتها خزق لي بطريقه وتضايقت، بس انه لان كان بده يتساءل علي محل حاطط، فما بنساها الصديق. ما بنساها تست هو خيي الكبير اكثر حدا قريب لي هلا مثلا. شو لابسه بهيدي الصوره؟ لابسه فستان زهر هيك حفر زهر عرفتي، وشعري قد ايه عمرك تقريبا كان فيها؟ 7-8. طيب اذا هيدي هالطفله المهضومه فاتت علينا هلا من هذا الباب الجميل، لا هربت هربت شو بتقولي لها؟ يعني قال بدنا نروق، بدنا نكون شاطرين، ما بقى الحياه مش هيك عرفتي؟ ما حقول لها شيء. شو بتعطيها نصيحه؟ ولا شيء. اللي مكتب لك بدك تعيشي، يعني بتقولي لها ما تغيري شيء، عيشي عيشي عيشي، ما في شيء بغير قدرك. والله حلو، والله ما في شيء بغير قدرك. اي شيء بتعلمي النهار اللي بدي اقول انا في شيء بغير قدري، يعني انا هون وصلت لمرحله انه بطلت امن برب العالمين. مكتوب لك مكتوب لك، بس معروف كيف بدك تتصرفي هون وهون وهون، ما حاجي اعلمك تتصرف، دبر حالك. هاي بدي اعتل همها، عشت انا واجا عمري 9 سنين بدي اعتل هم حالي. عيشيهم خلص، بتقولي لها عيشيهم كلهم مثل ما هن ببشاعتهم وبحلاوتهم. يمكن كنت قلها انه قاعده اكثر مع ستك وجدك اكثر. ايه ممكن، لانه هيدا الشيء بتشتاقيلهم بفتره محدده وقت يروحوا، ولا راحوا كلهم الله يرحمهم. الله يرحمهم. بتقولي لحدا انا اسفه؟ بتاسفي لحدا اليوم؟ لا اهالي غزه اكيد انا اسفه، انه انا ليكوا كيف انتم وين واحنا وين، بس واهل الجنوب. بحسسك هالشيء بالذنب او العجز؟ عجز، وهيدا الابشع من الذنب. مش كتاب أو شعورين مدموجين، ما هي مش شعورين بس، العجز أكتر من الذنب. ذنب إذا أنت عمليته، عجز أنت ما قدرت تعمل شيء. هو وقت شعور الذنب بيلعب إنك ما قدرت تعمل شيء، هيدا أبشع شعور، العجز كتير بشع، وعبالك تعمل شيء بس ما قدر. بنهاية هيدا الحلقة بديك تطلعي بكاميرتك اللي دايما كل وقت عم تطلعي فيها، الله يفرجع أهالي غزة، على أطفال غزة اللي عم بيعانوا كتير. بس بدي أنا ناتالي هلأ تطلع بهيدي اللانس وتقول رسالة لنفسها، يعني توجهي رسالة لإليك. حبي حالك بس، وعيشي يومك بيومك، وكوني صريحة وصادقة، يعني ما بحياتك تتراجعي عن صدقك وصراحتك، ويا رب تيجي في عينه بس، وما تكونش بعد مني. ميرسي ناتالي، حبيبة قلبي، أهلا حبيبتي، انبسطت معي الحوار معك، شفت بتعيديها لذيذ. امتى انا ححاورك؟ امتى ما بدك، قريبا فيك تحاوريني. انبسطتي بحكيلين كثير معقول؟ ضيقتي؟ لا ابدا، كل شيء كان سمين. كله تمام، بس ما في اركيله. قلتي شيء بتقولي للمره الاولى على علي؟ في كثير قصص ايه ما بيعرفوني هن، كناتالي حجاج كثير بيشوفون دائما مجنونه خاوته وهابي، بس انا ات واز هابي. ما كنت اي ما الهدف تكوني لا هابي ولا ساد، الفكره انه تكوني حقيقيه. شو هدك؟ كان في صوره معينه كان بدك تفرجيها للجمهور ما بيعرفوا كيف فيها؟
أنا إنسانة مثلي مثلهم. بس مش ما حدا عايش ده بيانغوز. كنا عنا أبسن داون وعنا مشاكل وعنا همومنا وعنا تتحملي قصص كتير. أنا شفت وجه آخر لإلك صراحة حبيتي. ما توقعته. حلو يتخبى وراء ستارة الكوميديا دايما ولكن مهضوم وواعي وناضج وشخص عارف نفسه من هو وعارف نفسه لمن رايح. هذا أهم شيء. جادة نيستا ناتالي حجاج أنا بتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله بشوفك ببروغرام بكسر الدنيا يلا قريبا جدا في الأسواق عن جد خاصه باللي أنت بتعمليه وأنت ناضجة في أتخيل تخيلي أنا عم أنا وياه خلاص فلت شكرا ناتالي حبيبتي عزبناكي يلا لنختم قبل ما حاصت البنت بدي اتشكر كل اللي تابعونا بحلقه حكي ريل واكيد لقائنا بجدد الاسبوع المقبل دائما عبر جراند لبنان ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب شير وكومنتس على حلقتنا الى اللقاء